يا شعب لبنان العظيم، يا أشرف الناس وأطهر الناس وأكرم الناس. لو في اللي حول الاحتفال لصلاة شكر لله وإلكم كان أحسن شيء. أنا سعد رفيق الحريري اللي وقف بينكم واحد منكم. لوين وصلتونا؟ لوين نحنا قبلنا إنكم توصلونا وبعدنا ساكتين؟ لعم بصير مجزرة جديدة عم ترتكب بحقنا بأقل من سنة. إهمالكم اللي وصلنا لهون، قلة مسؤوليتكم وصلتنا لهون. إيه اللي عم نعيشه يومياً مجزرة أنتوا المسؤولين عنا، مش الشعب البلا مخ. هيدا الشعب اللي بناسبكم كتير يكون بلا مخ يوم التصويت بصناديق الاقتراع. مين المسؤول عن اللي وصلنا له؟ أنتوا، الطبقة الحاكمة الفاشلة بكل شيء حتى بخطة احتواء. صح، كل دول العالم ما قدرت تحتوي كورونا، بس إذا خلص كورونا بلم المحالن. بس نحنا شو بدنا نعمل بظل طبقة حاكمة جوعانة عم بتبرم على الليرة اللي بدها تنصبها وعلى الدولار اللي بدها تنهبه؟ الشعب اللي سرقتوه قتلتوه جوعتوه مش هو المسؤول عن اللي عم بصير، ولا تهافته على السوبر ماركت، ولا شراءه للمارون غلاسي والكافيار مثل ما بعض محطاتكم التلفزيونية عم بتروج. اللي ما عم بتشوف تهافت العالم التانيين على الأكل من الزبالة والشحادة للطعم ولادها. فشلكن الأول والأخير هو المسؤول عن اللي وصلنا له. من أول الأسبوع ما بقي ولا وزير صحة سابق ما أدلى بدلوه. وين كنتوا كلكن وقت اللي حكمتوا؟ شو حضرتوا لنا وقت ولاياتكن؟ لأي سيناريو حضرتونا كشعب؟ كل عمرنا نموت عبواب المستشفيات بالمفرق، هلأ صرنا عم نموت بالجملة بالطرقات. صح، كل دول العالم فشلت بأنها تحتوي كورونا، بس ما في دولة بالعالم ربت وحش اسمه المستشفيات الخاصة، بياكل ما بيشبع، فاتت معهم بكل أنواع ضروب الاحتيال ومص دم الشعب والدولة، وبس تراكمت مستحقاتهم الخيالية امتنعتوا عن الدفع، وهن امتنعوا عن استقبال العالم تماما، مثل لما فتوا مع المصارف بعمليات استدانة لا متناهية، نصب على مدار الساعة وهندسات لصوصية باحتراف، وبالآخر امتنعتوا عن الدفع والمصارف امتنعت عن الدفع للعالم. انتو كلكن اللي مش بالسلطة بيناتكن اليوم كان مبارح، لا وبعدكم بكل وقاحة بتطلعوا بتتراشقوا بالمسؤوليات بالتعطيل. بي الكل المش منتبه عشي لقي وقت ليمثل هو حسان أكبر إنجازاتي فيلم المظلوم وشفقان علينا نحن كشعب. الحزن عاطي. نحن منعرف انه حظنا عاطل، فخامتك جيبيه متفائل خير بالرؤية العامة، لأن هو رؤيته أشمل من المواقع المحلية. عم بخبرنا انه هيدي السنة مصيرية سنة انتخابات بإيران وسوريا. عن جد ما قادرة صراحة انطر ليتسلم بشار الأسد السلطة من بشار الأسد، وخامنئي يضل مسيطر على السلطة من خامنئي. يعني لحظة مصيرية تاريخية غير مسبوقة راح تغطي على الانتخابات الأمريكية اللي أثبتت هشاشة الديمقراطية بالعالم. تخيلوا حتى ترامب المعروف بالبولي انه هيك كيف بدي لكم، لما غلطوا مناصرينه طلع واستنكر العنف ودعا للسلم. هيك دغري ذكرني بردة الفعل وقت 7 ايار المشهور، يوم اللي تعرفنا على مصطلح يوم مجيد، ومن يومها تعلمت حدود القوة بالأرض. اللي راح راح، شو بدنا بالتاريخ، خلينا بالحاضر. شو سألته الجيش عن التحقيقات؟ ليه بعده ما خبرنا مين المسؤول عن ادخال نيترات الأمونيوم؟ هلأ أقولكم الجيش وصل بتحقيقاته للي وصل له في راس حطوم؟ أنا بقول الجيش مش اختصاصه تحقيقات استقصائية، أو ما كان المرشد الأعلى المحلي تجرأ وطالبه بكشف النتيجة. مبروك مجلس النواب أقر استخدام اللقاح، على أمل ما يختلفوا على أي مناطق بده يتوزع تحت شعار أي حزب، ويخلص الأمر فيه مثل المستشفى الميداني القطري أو المستشفى التركي اللي واقف منذ الأزل على خلافات مين بده يعين المدير العام.
على الهامش هيدا الأسبوع سجل موقف لسامي فتفت اللي استنكر وصف الحريري بالكذاب من قبل رئيس الجمهورية، وميشيل داهر حس معنا نحن الشعب اللي مش معود على البهدلة، والحزب القومي جاهز لمناصرة سوريا بأي حرب ضد العدو الغاشم اللي ما بيفهم إلا بالنار. وبهالحشرة قاسم هاشم أكد حق أي لبناني بالوصول لأي نقطة بمزارع الشبعة، إيه هيدي هي ذاتها الشماعة المترسة متحدودة مع سوريا بعد. وشهدنا أمر قضائي لإلزام كهرباء لبنان بتأمين الكهرباء لمستشفى، ما هي بدها أمر قضائي شو الكهرباء ببلاش لنكون هدرنا 42 مليار دولار لتجي مستشفى حكومي بأزمة مثل كورونا يطلب كهرباء، مش مسموح الاستغلال. كله تفصيل قدام تحت درج المدينة الرياضية، المخزن اللي بده يفوت بالتاريخ بكل قلة ضمير في مستشفى ميداني من قطر مخصص لكورونا تحت هيدا الدرج. بس وزارة الصحة رح تبلش تستعمل 550 جهاز تنفس الأسبوع الجاي، لو ما حدا كشف الموضوع كانت وزارة الصحة ممكن تستعملهم الشهر الجاي أو السنة الجاي أو ليخلصوا خلافات مين بده يستقبلها على أرضه ومين بده يستفيد من وراها. بس قال بدها أرض مسطحة، والدولة العظيمة ما عندها تكاليف تسطح الأرض، والزعماء الأعظم كمان ما هلأ مش وقت انتخابات لتزفتوا سطوح المباني. إن شاء الله موت إذا عم كذب، بس في كتير مرات بقعد بفكر كيف بتناموا، كيف بتقعدوا، كيف إلكن عين تحطوا عينكن بعين أولادكن. برجع بقول مش الحق عليكن. خليني ساكتة.